النهارده عمل مباراه كبيره برضه، وانا عايزك تكلمني كمان على ارقام المباراه بشكل عام، بس لازم يعني اعلم عليه علامه صح كبيره جدا. فتوح طبعا فتوح النهارده عمل مباراه، انا مش مصدق نفسي انه بيلعب قدام اشرف حكيمي بهذه الثقه. قبل ما اكلمك على المهارات والتدخلات والكلام ده كله، الثقه، يعني انا لما بلعب قدام اشرف حكيمي افضل ظهير ايمن في العالم، ظهير ايمن باريس سان جيرمان، هبقى قلقان ومتوتر وخايف وهيعدي مني في 1000 كوره. النهارده فتوح كان بيلعب قدام اشرف حكيمي وكانه هو اشرف حكيمي. بص يا كريم، انا بالنسبه لاي لاعب في منتخب مصر النهارده هو قدم مباراه كبيره، صح، وقدم شخصيه كبيره، لان احنا مش بس احنا داخلين المباراه ده منتخب المغرب، طبعا احنا داخلين ندي بند، كل منتخب ليه نقط قوه. انت بتتاخر في الدقيقه 5 وعندك سلسله من الغيابات تقدر تعدها الى ما لا نهايه، انت عندك خط دفاع بالكامل بيتصاب بحارسين مرمى، انت داخل بادئ البطوله دي محمد الشناوي، احمد حجازي، محمود حمدي الونش، اكرم توفيق، احمد فتوح، صح، دول لاعبين، واحمد فتوح اللي هو اصلا اتصاب ورجع، برافو عليك، كله مش موجود، برافو عليك، حجازي بيتصاب من الشوطين، بعد كده الشناوي. زي ما احنا بنبص كده في ارقام المباراه هتلاقي في التسديدات منتخب المغرب كان بيشوط اكبر، ولكن في شوط كتير كان سواء بلوك شوط او بشوط من بره الثلاث خشبات. منتخب مصر كان فرق تسديده واحده بس، كمان الاون تارجت لينا، اون تارجت منتخب مصر سدد اكبر 5 مقابل 4، الركنيات 6 مقابل 3، وهنقف عند الركنيات دي شويه. حلو. استغلالنا للضربات الركنيه، ايوه، يعني يبقى احنا استغلناها مرتين في البطوله، في المرتين قدرنا نسجل منها، برافو عليك، لكن بعيدا عن كده ما بتوصلش بعيده. أيوة. دي حاجه اعتقد ان احنا لو قدرنا نستغلها هتبقى مهمه جدا جدا لمنتخب مصر. كرات ثابته كتير سواء فاولات او ركنيات ما بنستغلهمش الاستغلال الامثل، انت بتفك الماتش، يعني ماتش السودان انت كنت مضغوط فكيته برأسيه عبد المنعم، النهارده المغرب متقدم عليك بتفك الموضوع برأسيه ثانيه لعبد المنعم بيكملها محمد صلاح. بمناسبه رأسيتين محمد عبد المنعم، دي اكيد مش صدفه، يعني ده اكيد شغل فني وتكتيكي في الضربات الركنيه عشان توصل الكره لمحمد عبد المنعم في وضع هو فاضي فيه. بالظبط، يعني عشان بس نفهم الناس انه في تحركات للعيبه وفي شغل فني بيحصل في الركنيات بتخلي الكره توصل لمحمد عبد المنعم المره الثانيه. ده اللي بيحصل مع راموس لما كان بيلعب في ريال مدريد او مع باريس، ده اللي بيحصل مع فان دايك في ليفربول، بيحصل مع اي مدافع في العالم، ان الفرقه كلها بتشتغل معاه في كره السله، فده شغل المدير الفني. طبعا ما فيش اي كلام على الكلام ده، ما فيش اي خلاف على الكلام ده. انا في رايي ان احنا يعني الكورنر اللي لعبه الاول عبد المنعم ماتش السودان كان عبد الله السعيد، ده كان عمر مرموش، فواضح ان الموضوع لما بنستغله بشكل كويس بنوصل، فدي حاجه محتاجين نشتغل عليها بشكل اكبر، صح، لان في اوقات كتيره الركنيات مش بس اقول لك انها بتوصل لحد وما يقدرش ان هو يترجمها، لا هي ما بتوصلش للاعب خالص، بتروح الناحيه الثانيه غالبا، فدي حاجه نقطه مهمه قوي محتاجين نقف عليها. محمد عبد المنعم مباراه مميزه جدا 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 لمحمد عبد المنعم، بيستمر فيها في مستوى قوي. احنا بنتكلم في لاعب كان قاعد على الدكه، مش هقول لك بقى في سيابك مش كاس العرب، هو بادئ من على الدكه، بينزل ماتش نيجيريا باك مش في مكانه، بيلعب قدام موسى سايمون، بيعمل على ماتش كبير، سايمون عمل على محمد عبد المنعم ماتش كبير، فالكل بدا يخش الشكوك شويه، صح. بينزل مكان الونش الماتش الثاني بيقدم مباراه كويسه، الثالثه قصاد كوت ديفوار قصاد المغرب بيقدم مباراه مميزه جدا جدا جدا. فبرايي ان محمد عبد المنعم النهارده كمان الاهلي اعلن رسميا استعادته من فيوتشر، مباراه مميزه جدا لعبد المنعم وبطوله مميزه، ولاده فعلا لنجم كبير. احنا كنا بنتكلم عن الكلام ده بالمناسبه بعد ماتش نيجيريا. اقول لك حاجه على محمد عبد المنعم، واسمع معايا محمود وانت قولي لي رايكم ايه. انا كنت لسه بقولها مع الكابتن احمد ديودار دلوقتي، ان انت عندك سنتر باك لما بيتغير عليه سنتر باك اللي جنبه المباراه اللي بعدها بيحصل خلل في الدفاع. النهارده محمد عبد المنعم بيتغير عليه 3 مدافعين، حجازي، ايمن اشرف، محمود علاء، وهو ثابت المستوى لما يتغير، ما حصلش اي مشكله. طبعا اي ثنائيه دايما يا كابتن بيبقى فيها 2، واحد مخ واحد عضلات، واحد الاثنين كلهم بيكملوا بعض. انا عارف لما انا موجود جنب مدافع تاني لفتره طويله عارف امتى هتقدم وامتى هرجع، انا امتى هو هيشيلني لما انا اتحرك في الحته الفلانيه. كمان الباك اللي جنبي، الموضوع بس ما بقاش مدافع جنبك، الباك اللي بتلعب على الطرف معاه، صح. عارف هو بيعمل معاك ايه، المسافه اللي بينكم هتقللوها ازاي، هو نفسه بيتغير يمين وشمال. بالظبط، يعني راجل لعب في كل ما بين قلبين دفاع يمين وشمال، لعب كمان كباك، ففي رايي لا عبد المنعم بيقدم بطوله مميزه جدا جدا ليه، ولاده نجم فعلا. كنا اتكلمنا هنا بماتش نيجيريا على ان محمد عبد المنعم لسه صغير والمفروض نتخطى قصه ان حد صغير لسه جاي، صح. ولكن عبد المنعم احنا قلنا ان هو ما بياخدش فرصه في الاهلي، ولكنه قدر ان هو يكون